رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على اتحاد المونستيري وقرعه تشامبيونز ليج الافريقيه. اكيد مشاركه تاريخيه للاتحاد باش تكون في الموسم القادم. منذ قليل انتهت عمليه القرعه، الحقيقه قرعه صعيبه شويه. لو ناخذ اكثر تفاصيل معنا مع ضيفنا تكتشفوا بعد شويه. الاتحاد باش يلعب في التور الاول مع الجيش الرواندي، مواجهه محترمه للاتحاد، لكن في حال تأهل وهذا نتمنيه باش تكون مرسو كبير، مواجهه صعيبه مع عملاق افريقي اللي هو الاهلي المصري. باش ناخذ اكثر تفاصيل وحظوظ الاتحاد باش نحكيو فيهم مع اللاعب السابق للفريق صالح مبزالي ومدرب الفريق الثاني في الاتحاد المونستيري كما يشغل هكا ولا صالح. صحيح اسلام، قبل كل شيء مرحبا بيك ومرحبا مستمعي اكسبريس اف ام اينما كانوا داخل تونس وخارجها. مرحبا بك صالح. دونك اكيد تبعت عمليه القرعه، خلينا نحكيو الساعة المواجهة الأولى مع الجيش الرواندي للاتحاد المونستيري. صحيح كما قلت أنت، معناتها اليوم وقع إجراء عملية القرعة نتاع كأس ربي أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي. الاتحاد المونستيري في مواجهة الجيش الرواندي. الجيش الرواندي إسلام معناتها من المفارقات، هو الموسم الفارق معناتها كان ترشح عليه فريق النجم الساحلي. آخر مباراة للجيش الرواندي معناتها كان ضد النجم الرياضي الساحلي. فريق لا يستهان به، خلينا نقوله فريق منظم، فريق عنده امكانيات ماليه طيبه، يقعد يشك بانتظام معناتها في المسابقات الافريقيه سواء في كاس رابطه ابطال افريقيا ولا في كاس الاتحاد الافريقي. الاتحاد المونستيري اول مره معناتها في تاريخه في مشاركه في كاس رابطه ابطال افريقيا، ديجا حاجه ايجابيه وايجابيه جدا، وانه الاتحاد المونستيري بعد الموسم الممتاز الفارق اللي عداه على مستوى البطوله الوطنيه وكان معناتها في المرتبه الثانيه الى اخر لحظه معناتها يراهن على البطوله الوطنيه. الاتحاد المونستيري اول مشاركه في كاس رابطه ابطال افريقيا، ديجا في حد ذاته هذا تتويج بالنسبه لي. اليوم الاتحاد المونستيري معناتها مستواه طلع، مستواه معناتها ولا يراهن على الالقاب في تونس. شفناه معناتها الموسم الفارط على في كاس الاتحاد الافريقي، الاتحاد المونستيري رغم الخروج امام الرجاء البيضاوي لكن المشاركه كانت ايجابيه وايجابيه جدا. حتى الرجاء البيضاوي معناتها كي ترشح الاتحاد المونستيري ترشح بضربات الجزاء، شفنا مباراه تعادل في الذهاب وتعادل في الاياب، لكن ضربات الحظ هي اللي خلت الرجاء البيضاوي معناتها يترشح الاتحاد المونستيري. المفارقات الاخرى انه الاتحاد المونستيري الهيئه المديره ورئيس النادي معناتها يعرفوا رواندا معناتها كما يلزم، سيرتو انه فريق كره السله كان توج بربيط ابطال افريقيا لكره السله في رواندا. الحقيقه مدينه جميله، مدينه ممتازه، امكانيات كبيره، كيغالي معناتها امكانيات كبيره، ملعب ممتاز، ظروف الكل معناتها تخلي الاتحاد المونستيري ينجم يقوم بنتيجه ايجابيه. لازم نردوا بالنا سيرتو اسلام، قاعد نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها الجماهير وكانه تفكر في الاهلي قبل الماتش هذا. صحيح ماهيش حاسبه معناتها فريق الجيش الرواندي، لازم نردوا بالنا، يلزم الاتحاد المونستيري يلعب ماتش بار ماتش، يلزم يركز معناتها في الدور التمهيدي الاول قبل كل شيء. تعرف انت المباريات هذه سيرتو الاتحاد المونستيري باش يلعب اول مباراه ليه في الموسم في كاس رابطه ابطال افريقيا، وهذا في حد ذاته معناتها مشكل بالنسبه ليا، سيرتو انه الاتحاد المونستيري باش يستهل مشواره معناتها في الموسم هذا كما قلت لك في بطوله افريقيه. الماتش 9 سبتمبر اعتقد هكا، 9 سبتمبر الماتش. من نورمالمون اي لكن اسلام تعرف انت الفريق معناتها على مستوى مباريات ما عندوش عدد مباريات في ثقيل الملعبيه نتاعو، سيرتو تعرف المباريات الوديه ما تنجمش تعوض المباريات الاوفيسيال معناتها الاساسيه. دونك لهنا الاتحاد المونستيري لازم يقرا حسابه على جميع المستويات. الجيش الرواندي كما قلت لك مشاركاته متعدده في المسابقات الافريقيه. الاتحاد المونستيري كيف كيف فريق في المواسم الاخرى قاعد يقدم في مردود كبير، وشفناه معناتها بشهاده الفنيين والمتابعين للشان الرياضي التونسي. الاتحاد قاعد يقدم في كوره ممتازه، قاعد يتطور. اليوم عندنا اطار فني جديد معناتها على مستوى الفريق الاول، عنده خبره افريقيه، هذه كل حاجات معناتها خلينا نقولوا طيبه بالنسبه لفريق الاتحاد باش يكون معناتها في الدور التمهيدي الاول حاضر على جميع المستويات. اليوم فريق الاول قاعد يقوم معناتها في التحضيرات نتاعو في نتاع بدايه الموسم، تعرف انت التحضيرات يلزمها تكون على اعلى مستوى. كيف كيف الهيئه المديره ورئيس النادي معناتها وفروا بعض الانتدابات في انتظار الانتدابات الاخرى اللي هي ان شاء الله في الطريق، يظهر قبل معناتها تتسكر القائمه نهار 15 اوت. دونك ان شاء الله معناتها اللي جورجي خلينا نقولوا
يوم المباراة معناتها الأولى في كأس رابطة أبطال أفريقيا، الفريق يبدأ حاضر على جميع المستويات سواء بدنيا سواء فنيا سواء تكتيكيا. الجماهير اليوم معناتها مطالبة بشكون معناتها كيما نعرفوها وكيما تعودنا بها معناتها وراء الفريق، بالدعم المادي بالدعم المعنوي، وسيرتو كيما قلت لك ما يلزمناش نستهانوا بفريق الجيش الرواندي. صحيح كي حاجة أخرى إسلام لازم نذكر بها الناس، إنه الجيش الرواندي معناتها يعرف ملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير، خاصة إنه مباراة الإياب اللي لعبها مع نجم الساحلي وقع معناتها إجراء المباراة في ملعب المنستير. دونك لهنا حتى فريق الرواندي يعرف مدينة المنستير، يعرف ملعب المنستير. دونك كما قلت لك لازم نردوا بالنا، لازم نحضر مباراتنا كما يلزم، يسيرتو الجماهير يلزمها معناتها ديما وراء الفريق نتاعها، سيرتو كيما نقولوا ما نعملوش بريسيون، خلينا نقولوا اللي الناس معناتها الملاعبيه نتاعنا والاطار الفني في المباراه الاولى، يظهر لي الناس الكل عندها الخبره الكافيه باش تحترم فريق الجيش الرواندي. وان شاء الله الاتحاد المنستيري اهم حاجه وانه يتجاوز الدور الاول. علاش اسلام لازم يتجاوز الدور الاول؟ الدور الثاني صحيح باش تلعب ان شاء الله معناتها كي نترشحوا باش تلعب ضد فريق الاهلي المصري اللي هو لكن حقيقه حتى تطيح تش تلعب كاس الكاف تحب تقول. بالطبيعه صحيح، هذاك حبيت نوصل لك ان اسلام. شاء الله عليه على كل. الاوبجيكتيف الاول بالنسبه للفريق الاول الاتحاد المسيري هو يترشح الدور الاول، الدور الثاني صحيح معناتها باش نصطدموا بفريق الاهلي المصري، فريق كبير وفريق عنده اول فريق معناتها تيتري في افريقيا، الحقيقه فريق عملاق خلينا نقولوا افريقيا الاهلي المصري، لكن الاهلي المصري في البريود الاخر معناتها ما يمرش بظروف طيبه، عنده تغييرات عده على سواء على مستوى الاطار الفني سواء على اللاعبين، فما انتقادات كبيره للاعبين نتاعو. نتذكروا الموسم اللي الاتحاد خرج مع الرجاء وقت كان الرجاء فافوري معناتها على جميع المستويات امام الاتحاد المسيري، الاتحاد كان قادر قاب قوسين او ادنى معناتها باش يتجاوز الرجاء البيضاوي. شفنا الرجاء في اخر المسابقه هذيك معناتها فاز بكاس الاتحاد الافريقي. دونك كلها عوامل تخلي الاتحاد المسيري كيف البريسيون باش تكون على الاهلي المصري ماهيش باش تكون على الاتحاد المسيري. دونك لهنا ان شاء الله الاتحاد كما قلت لك حتى اون كاولى قدر الله معناتها ما يتجاوزش الاهلي المصري باش يكون موجود في كاس الاتحاد الافريقي. هذاك علاش قلت لك بالنسبه لي اهم حاجه وانه الاتحاد يركز في المباراه الاولى نتاع الدور التمهيدي الاول معناتها مع الجيش الرواندي. ان شاء الله ربي يوفق الاتحاد المسيري كيف كيف، ان شاء الله ربي يوفق الفرق التونسيه الكل سواء الترجي الرياضي التونسي سواء النادي الصفاقسي سواء النادي الافريقي. واحنا تو اسلام معناتها في حاجه وانه الفرق التونسيه تكون موجوده في دوري المجموعات سواء في كاس رابطه ابطال افريقيا ولا في كاس الاتحاد الافريقي، ويلزم الفرق التونسيه معناتها ترجع معناتها للصولات الجولات نتاعها على المستوى الافريقي. تعرف انت في السنين الاخيره معناتها الفرق المغربيه موجوده معناتها في معناتها المراتب الاولى ديما موجوده تلعب في الادوار نصف النهائيه والادوار النهائيه كيف كيف الفرق المصريه. للفرق التونسيه يلزم نراجع ارواحنا على جميع المستويات. صحيح فما فرق عندها مشاكل ماليه كبيره، اليوم معناتها يلزمنا نتجاوزوا المشاكل هذيا ويلزمنا نركزوا على الميدان ونركزوا معناتها باش الفرق نتاعنا ترجع كما متعود كما معودتنا. اليوم الترجي الرياضي التونسي معناتها في المواسم الاخيره الفريق الوحيد اللي ديما موجود في الادوار النهائيه، لكن اليوم زاد مطالبين الفرق الاخرى باش يتراهن مع الترجي الرياضي التونسي. وتعرف اسلام يبداو عديد الفرق موجودين في دوري المجموعات، تنجم حتى الفرق تكون تعاون بعضها معناتها بطريقه غير مباشره لكن عندها قيمه كبيره برشا، مش محبب وتولي معناتها الفرق بطبيعه الحال وتولي الفرق الاخرى تولي تقرا الف حساب للفرق التونسيه سيرتو كي يبداو الفرق الكل مترشحين لدوري المجموعات. خويا ما شاء الله متحدث مميز واضح ما متعود بوسائل الاعلام، ما خليتيش حتى نسالك. بي صالح سطر الله سلام، ما شاء الله اخويا اول حاجه ما شاء الله في بليزير باش نكون موجود معاك معناتها في راديو اكسبريس اف ام ما شاء الله، وانا موجوده توما ما معناتها وقت تسحق لي تلقاني مازلت موجود. ما زلت باش نسالك ما زلت صالح ليفيكتيف نتاع الاتحاد فقد بعض اللاعبين المهمين اكيد، كيفاش تشوف المراكز اللي خسرها من الاتحاد خاصه نحكي على لاعب مهم كيما روجي اهولو في خط وسط الميدان يبدو انه مش باش يكمل مع الاتحاد المنستيري بعد نهايه اعارته من فريق سان بيدرو والايفواري، عنده عروض كبيره خاصه في قطار اللاعب هذا، كيف كيف يوسف العبدلي المهاجم الاول في الاتحاد اللي تحول للاهلي السعودي، ايضا حمزه جلاسي نجم يكون مش مؤكد لحد الان مواصلته مع الفريق بخلاف بطبيعه فهمي برمضان اللي خسروا الفريق في وسط الموسم الماضي، كيفاش تشوف معناتها تغير الافكتيف نتاع الاتحاد المنستيري بارابور عام ناوي اللي عدى سيزون كبيره؟
صحيح كما قلت انت، الاتحاد المنستيري معناتها خرجوا عديد اللاعبين اللي عندهم معناتها خبره كبيره واللي عندهم خلينا نقول وزن كبير في وسط الفريق ككل من خلال خط الهجوم. كي نشوفوا اللاعب يوسف العبدلي، الحقيقه وجه الاتحاد المنستيري في وجود يوسف العبدلي مغاير تماما في غياب يوسف العبدلي. نعرفوا اللاعب هذا الحقيقه قدم موسم ممتاز ممتاز جدا، شفناه متميز على جميع المستويات، شفناه في المباريات الكبيره، شفناه على مستوى خط الهجوم في الاهداف في ليزاسيست. الحقيقه يوسف تعرف لهنا الكره في الوقت الحاضر ملاعبي كي يجي اوفر كبيره ما تنجمش معناتها تخليه في الفريق نتاعك، دونك كان خلينا نقولوا الترانسفير نتاعه كان ايجابي بالنسبه لي هو اللي معناتها باش يمشي الفريق كبير كما اهلي جده السعودي. كيف كيف بالنسبه للاتحاد المنسيري استنفع مبلغ مالي كبير. الحقيقه اليوم معناتها الاتحاد وقع انتداب بن حتيره اللي هو لاعب عنده خبره، كيف كيف لاعب معناتها متكون في البطولات الاوروبيه وشفناه كانت عنده تجربه قصيره في الترجي التونسي، لكن معناتها رجع لاوروبا ان شاء الله معناتها بن حتيره يقدم الاضافه على مستوى الخط الهجوم. وتعرف انت بريسيون كبيره على بن حتيره سيرتو باش يعوض معناتها على يوسف العبدلي اللي يقدم اضافه كبيره على مستوى خط الهجوم. بالنسبه لخط وسط الميدان كي نشوفوا معناتها قبل ما تمشي لوسط الميدان صراحة خلينا نكمل مع خط الهجوم. حكيت على بن حتيره، هل قادر مازال اللاعب يفيد الاتحاد المنستيري خاصة تجربته الأولى في تونس كانت فاشلة مع الترجي التونسي؟ اللاعب عنده مدة تقريبا بعد شوية حتى على النيفو نتاعه، ما عادش يلعب في اللونيفو، قادر يفيد الاتحاد المنستيري على الأقل نقولوا بخبرته؟ شوف من الحاجات الإيجابية في فريق الاتحاد المنستيري وأنه ملاعبي كيبشيرون فما عديد اللاعبين معناتها باش يعملوا ريلونس نتاع الكارير نتاعهم يجيو معناتها الحقيقة ما همش في أفضل حالاتهم، لكن الاتحاد المنستيري يوفر لهم الأرضية الملائمة باش يعاودوا معناتها يديماريو الكارير نتاعهم. شوفوا معناتها العبدلي وقت جاء للترجي الرياضي التونسي ما كانش يلعب اساسي في الترجي الرياضي التونسي، في بعض الحالات ماهوش موجود في مجموعه 18. رغم اللي يوسف نعرفه ملاعبي ممتاز جدا، ملاعبي متربي ونظيف، ملاعبي خدام، ملاعبي عنده ثقه في روحه. اليوم بنحكيها من خلال معناتها مشاهدتي لبعض الحصص التمرينيه نتاع فريق الاكابر على المستوى البدني خلينا نقول حاضر، الحقيقه ملاعبي بروفيسيونيل شفناه معناتها حاضر على المستوى البدني، لكن المستوى التكتيكي والفني هنا الامور ترجع للمدرب كيفاش باش يوظفه، كيفاش باش يوفر له الظروف الملائمه باش اللاعب هذا ينجح، سيرتو كما قلت لك عنده خبره في الملاعب معناتها الاوروبيه. ان شاء الله اللاعب هذا ينجح خاصه في من خلال تعويض يوسف العبدالي. كيف كيف معناتها اليوم موجود دريس المحيرسي لاعب الخبره، اليوم موجود الشيخاوي معناتها هيكل لموسم الفارط مع يوسف عدى موسم ممتاز ممتاز جدا. اليوم كيف كيف العلوي موجود على مستوى الهجوم في انتظار انتداب معناتها لاعب ولا زوز لاعبين اللي هما باش يكونوا من خارج تونس بالنسبه للفريق الاول. فما مفاوضات مع ملاعبيه، لكن الاتحاد تعرف قاعد يسابق في الزمان باش يحضر الليسته نتاعو قبل موعد 15 اوت اللي هي اخر اجل معناتها لارسال القائمه الافريقيه. حبيت تحكي على وسط الميدان. على وسط الميدان كلامك صحيح اسلام، انت حكيت على خروج معناتها روجيا هولو الياس اسمه جلاسي حمزه جلاسي، ملاعبيه عندهم قيمه كبيره برشا، ملاعبيه عندهم خبره كبيره، يصير معناتها ثلاثي وسط الميدان دفاعي الموسم الفارط كان من احسن خلينا نقول وسط ميدان دفاعي في البطوله الوطنيه من خلال روجيا هولو، من خلال حمزه جلاسي، سيرتو اومارو، ملاعبي هذوما معناتها يتكاملوا ويعطيوا التوازن في وسط الميدان دون نسيان اللاعب الشاب لاعب شاب حسام تقا ولا حسام تقا حسام تقا حسام تقا لاعب معناتها ابن النادي مركز التكوين، وحسام نعرفوه في السنين الاخرى قدم مردود كبير، لكن الموسم الفارط صحيح ما خذاش طونجو معناتها مع الاطار الفني السابق، لكن حسام يقعد قيمه ثابته وقادم باش يقدم الاضافه لوسط ميدان الاتحاد المنستيري. اليوم الاتحاد معناتها في وسط الميدان وقع انتداب اللاعب الدريدي لاعب نادي الرياضي بنزرتي اللي ان شاء الله كيف كيف يقدم الاضافه وان شاء الله يلقى حظه في فريق الاتحاد المنستيري. كيف كيف عندنا ملاعبيه شبان في انتظار معناتها نجم يكون لاعب اخر في وسط الميدان يدعم المجموعه هذه. في الدفاع وقع انتداب باللاعب صالح الحرابي، اللاعب هذا متكون في مركز في النجم الرياضي الساحلي وكانت عنده تجربه خارج حدود الوطن. بالنسبه لي صالح الحرابي خلينا نقول نعرفه معناتها على مستوى الشبان في فريق الرياضي الساحلي كان معناتها يحط في قلبه ويخدم بالكدا ويعطي كل ما عنده. نتصور صالح ينجم ينجح في فريق الاتحاد المنستيري خاصه انه عنده الامكانيات الفنيه والبدنيه اللي قادر باش
يعطي الاضافه على مستوى خط الدفاع. صحيح انت حكيت على فهمي بن رمضان لاعب الخبره، واللي نعرفه فهمي ابن الاتحاد المنستيري، واللي اعطاه اضافه كبيره بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري. وفهمي معناتها كان من العناصر الاساسيه والبارزه اللي فازت بكاس تونس، هو وزياد المشموم لاعب الخبره الزوز. وفهمي معناتها كان من اللاعبين اللي سجل في الدور الربع النهائي امام النادي الافريقي، وفي الدور نصف النهائي امام النادي الصفاقسي. لكن في خروج فهمي الاتحاد المنستيري استنجد معناتها باللاعب هشام بكار، اللاعب الشاب لاعب المنتخب الاولمبي، ولعب ظهير ايسر اللي هو معناتها مش في البوست نتاعو. لكن هشام معناتها قدم اضافه، نطور هشام معناتها بتتالي المواسم وبتتالي المباريات قادر باش يقدم الاضافه وقادر باش يكسب الخبره. يظهر لي كيف كيف مع عمر بوراوي على الجهه اليسرى ينجم يكون حل من الحلول. في الجهه اليمنى فما انتداب باللاعب الجويدي معناتها نتاع من فريق الملعب التونسي على مستوى الظهير الايمن. ان شاء الله اللاعب هذا كيف كيف يقدم الاضافه. صحيح انتدابات معناتها الاتحاد المنستيري الحاجه الباهيه معناتها اللي ينتدب اللاعبين معناتها حسب المراكز، نواقص المراكز. كي نشوف احنا خروج فهمي اليوم عندنا زوز اظهر ايسار، كيف كيف في ظل غياب زياد المشموم الموسم الفارط بعد ما تنقل الترجي التونسي لقى مشكل على الجهه اليمنى، وشفنا في عديد المباريات كل مره يلعب ملاعبي. لكن بانتداب ظهير ايمن ان شاء الله يكون على عند حسن الظن، وان شاء الله يقدم الاضافه. كما قلت لك الاتحاد المنستيري المجموعه نتاعهم الموجوده طيبه بالنسبه لي، في انتظار معناتها تدعيمها ببعض الانتدابات الاخرى، واللي في طور المفاوضات معناتها بين رئيس النادي وبعض اللاعبين وكلاء اللاعبين. كما قلت لك الاتحاد المنستيري اهم حاجه وانه ينتدب اللاعب الملاعبيه هذوما قبل 15 اوت، سيرتو يلزمهم معناتها يدخلوا في المجموعه. وتعرف الاوتوماتيزم ساعات كي يجي ملاعب معناتها ان اترونجي من برا الاوتوماتيزم ما يصيرش معناتها بسرعه، ولا الانتجراسيون سيرتو الانتجراسيون في المجموعه ما تصيرش بسرعه. دونك لهنا ماذا بينا الملاعبيه المنتدبين ياخذوا اكثر وقت في الفريق الاول، وهكاك معناتها يصير التواصل بينهم وبين الملاعبيه. الحمد لله معناتها في فريق الاتحاد المنستيري الاجواء طيبه، الناس الكل معناتها كي يجي ملاعب جديد يدخلوه في الجو. الجماهير نتاع الاتحاد موجوده في التمارين باستمرار، كيف كيف تحس الجو العام معناتها نتاع الفريق الاول سواء بين الاطار الفني والملاعبيه معناتها ممتاز. اليوم كيف كيف الاتحاد المنستيري موجود بشير بن سعيد حارس المنتخب معناتها مازال ما خرجش من الفريق رغم الانتداب الصادق يدعس اللي هو حارس شاب وممتاز، كيف كيف من انتداب الحارس الامامي. دونك الاتحاد من خلال الانتدابات نتاعو تشوف اللي قاعد يخمم معناتها في كل كبيره وصغيره. تعرف انت فريق باش يراهن على المستوى الافريقي وعلى المستوى الالقاب المحليه يلزمه معناتها يتمتع بمجموعه كبيره ومجموعه طيبه تضم معناتها 30 ملاعبي. اليوم على المستوى الافريقي يظهر لي المجموعه تنجم تكون حتى 40 ملاعبي. دونك لهنا الاتحاد المنستيري خلينا نقولوا في السنين الاخرى كسب الخبره، يعرف معناتها من خلال التنقلات نتاعه ومن خلال لعبه الادوار الاولى اللي في وسط الموسم معناتها تنجم تصير لك دي بليسير، تنجم يصير لك اوراق صفراء وحمراء. دونك لهنا يلزمك مجموعه كبيره، مجموعه ممتازه، سيرتو مستوى اللاعبين يلزم يكون قريب من بعضه. معناتها لهنا الموسم الفارط بتاتر فما اشكال، وانه الاتحاد معناتها يدور في 13 12 ملاعبي. الموسم هذا معناتها فما انتدابات اخرى وقاعة تدعيم الفريق بها. ان شاء الله كيف كيف في المستقبل القريب يوقع معناتها انتداب ملاعبيه اخرين، وهكاك الفريق معناتها كل ما يحتاج البوست معين يلقى الملاعب معناتها موجود ويكون حاضر على جميع المستويات. كما قلت لك اهم حاجه وانه الاتحاد المنستيري يعمل بيرفورمانس ويعمل حاجه ممتازه على المستوى المسابقات الافريقيه، سيرتو باش الفريق يكسب الخبره على المستوى الافريقي، وهكاك معناتها الفريق يولي عنده اشعاع كبير على المستوى الافريقي. سيرتو اسلام الاتحاد المنستيري ان شاء الله معناتها كي يلعب مع الاهلي المصري حتى اسم الفريق باش ينتشر خارج حدود الوطن معناتها في جميع البطولات، خاطر الاهلي تعرف انت فريق كبير افريقيا، فريق الناس الكل تعرفه افريقيا، فريق اكثر فريق فاز بالالقاب. دونك الاتحاد اجى كيف يلعب ضد الاهلي المصري في حد ذاته انجاز كبير بالنسبه للفريق الاتحاد المنستيري وبالنسبه لمدينه المنستير. ان شاء الله معناتها كي تستقبل فريق الاهلي المصري. دونك كما قلت لك ان شاء الله ربي يوفق الاتحاد المنستيري، وان شاء الله ربي يوفق الفرق التونسيه الكل، وان شاء الله كيف كيف تشرفنا ويسيرتو معناتها ترفع الوطنيه، وخلينا نقولوا تطلع من مستوى كره القدم التونسيه على جميع المستويات، سيرتو انه المنتخب نتاعنا معناتها بروشين مو دون دو موا معناتها باش يشارك في كاس العالم في قطر 2022. هذه كما نقولوا فرصه بالنسبه للملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه باش يقدموا كل ما عندهم ويعطيوا كل ما عندهم
علاش لا باش ما يكونوا في القائمه الموسعه نتاع المنتخب، وعلاش لا باش يكونوا في القائمه اللي باش تمشي لكاس العالم. يظهر لي الظروف الكل معناتها ملائمه بالنسبه للملاعبيه اللي يلعبوا على مستوى البطوله الوطنيه باش يكونوا حاضرين، سيرتو كما قلت لك باش يرفعوا من مستوى البطوله التونسيه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك صالح حمزالي على كل هذه التفاصيل ما مديتنا بها بخصوص الاتحاد المونستيري. بالتوفيق ليك في بقية مسيرتك التدريبية، وبالتوفيق أيضا للاتحاد المونستيري العام الجاي في الشامبيونز ليج، وكل الفرق التونسية لسبيرونس كذلك الكلوب، أيضا السي اس اس في كأس الكاف. فلاش بوس، ومكملين بعد شوية فير بلاي في آخر جزء من حصتنا.